صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 56 لسنة 2021 بتعيين مديرين عامين في جهاز الخدمة المدنية، جاء فيه: يعين في جهاز الخدمة المدنية بدرجة وكيل مساعد كل من الشيخ معاذ بن دعي الخليفه مديرا عاما للتنظيم وموازنه الوظائف السيد خليل عبد الرسول حسن مديرا عاما للسياسات والاجور